الشمال. احنا الان واقفين جنب محول سوق جديد، والمحول ده القوه بتاعته 1500 واط، وحقيقه ده عصب الحياه، هو هيدق بالحياه في والنبابه ان شاء الله باذن الله تعالى، بعد يعني تهجير وبعد ان دمرت الميليشيا الباغيه المحول او جميع المحولات في الرومان القديمه، الناس كلها انت شافت بعض، والحمد لله محول النبابه وصل وحيغطي يمكن جزء من دبي شمال وجزء من دبي وسط الى ان تاتي باقي المحولات. وشكرا جزيلا للسيد الوالي والسيد رئيس هيئه الاسناد المدني السيد امين سعد، كلهم والله يعني ما قصروا الدعم. ونشكر القسم الشمالي النباوي اللي ما ظل يعني يقدم في خدماته، ونشكر جميع السكان يمكن هسه الان في زي 45 اسره وقامين لزياده، هسه بقول 45 اسره زادت يعني سماح والمويه اصلا. فبحمد الله يعني الى الامان باذن الله تعالى. واد نباوي ابو طروح